الميدان. كانت من طلب جمال باجاندو تروح من هناك على الجهه اليمنى، كره صعبه لعسيري، عبد الفتاح عسيري، اوه جول جول! من اين لك كل هذا؟ عبد الفتاح عسيري صاروخ بيسرى يسدد في الجهه اليمنى من مرمى حمد لاك، اول اهداف المباراه والملعب ينفجر. يا عسيري من حقك ان ترقص وتغني وتفرح بهذا الهدف الجميل جدا، فعلا هدف من عبد الفتاح عسيري 21 سنه، استلم بيسراه وضع نفسه في احسن الظروف وسدد قوه وصاروخ، هدف اول لنادي الاتحاد من عبد الفتاح عسيري من هناك على الجهه اليمنى، استلم كره في العمق، اللعبه كانت رائعه جدا من وسط الميدان، خرج عبد الفتاح واستلم وسدد في الجهه اليمنى مرمى الحارس حمد لاك، شوف الاعاده مره ثانيه، استلم باليمنى توغل فتحوا له الطريق، سدد كره رائعه جدا على يمين حمد لاك، اول اهداف المباراه من هذه الزاويه، نشاهد التسديده الرائعه على يمين الحارس الاتحاد متفوق، كرة كانت رائعة من ليو لعبد الفتاح عسيري، اوي 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 قوية جدا هذه التسديدة، نادي الاتحاد يفتح مجال التسجيل في ملعب في مدينة الملك عبد العزيز، واول اهداف المباراة عن طريق اللاعب علي كريمي ولكن لفترة قصيرة، ممتازة قوية لنادي اتحاد جدة، يستعد فهد، الحكم يصفر، يتقدم فهد، يسدد فهد ويسجل فهد، جول لا تبرك الكاية.